احفل من اي والله لا تعالجين لا تعالجين صبر ماني قاعده عندكم يعني ماني قاعده صبر شوي الله يسبي ما تشنهم خواتك كله صيحه ونجره هالثنتين علامك يبا وين رايحه بروح بيت جدتي مع هالجنطه كنك رايحه المانيا مو بيت جدتي تعوذ من ابليس هذا بيت ابو مشعل البيت بيتك ابو مشعل راضها يا ريال راضها يا ابو مشعل الله يهداك ما تراضيها تقول انك متضايق منها وما تبي تشوفها في البيت اكيد بتضايق من عذبتك العكس من بيتي بتضايق حيل هديني لا يبقى لا يبقى ابو مشعل راضها يبقى يبقى البيت بيت اختك احترمي نفسك وعن الغلط وقعدي طيب شو يوديش بيت يدتك حق المصاريف وكل شيء عليك هني كل شيء بلاش عليهم لا والله والبيت عاد بيت يدتك ادري عاد بيت يعني اقعد؟ اي الله يطول لي عمرك بيت يدتك وديك ومش على هني عاد الكوليرا هناك اينا بيت الخير هني راهي مو يا ابو مشعل اي انا حاسه انكم انتم حاسين فيني وانت قاعد تحسسني اني انا ما احس ولو تحس باللي انا احسه كان عرفت وايد ان انا حساسه شنو هذا كله منك كله منك اللي طايحه فيني تحسس بس عشان احس يا يبا انا حاس باللي انت حاسسه بدون ما تحسسيني يبا يتنا حساسية من حكيكم انا شنو والله خير يا حي الله قنينة شلونك صلي على النبي مو مش على الطيب يبا اذا انت بتسمعين عرضية وهجومها علي هذا من القهر قولي يبا انا معروف شنو اصلي معروف شنو فصلي من هو اهلي وهذا سند الله خير يا بالكتاب اللي يحكي من اول مولدي الى حد الان وشنو اصلي ومنين منبعي منبعي سند اقرنا بلا صفحتين عن تاريخ العائلة اقر ها اقر صفحتين عن تاريخ العائلة اي عائلة عائلتي وانت عندك عائلة عمي اسف اسف لا انا مشو ساعات اخوره عمي خالف اقر لا انا اقول عمي انا من رايي انه نقرا الشي بيني وبينك احسن لا 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 ها ابوي هذا مو غرب لا لانه محظورة الحين مو غرب ذيلا يبا اهل ذيلا اقر اهل خلي يعرفون تاريخ اهلهم يعني انا من رايي احسن ترى بيني وبينك لا 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 ابد خلي التاريخ حجي وبيني وبينك مش على التاريخ شوي ما انصف لكن يلا تاريخ ابخس يا سند تاريخ ابخس ابوي ما قلت لي شو اسم الكتاب من له الكتاب اسمه عجائب الزماني لابن الزعفراني عجيب اسمعي حتى ابن الزعفراني كاتب عن اهلي هذا كتاب جديد انا ما سمعت فيه هذا اخر شيء كتبه الزعفراني وتوفى بعد مره واحده الله يرحمه بس عاد الزعفراني ترى مؤرخ عظيم عجيب لا حقاني ما يقول الا الصج لا لا انا قاري عنه لا زين لا قاري عنه نتوكل على الله ونقرا قول ابوي يقول سلمك الله كتاب عجائب الزماني لابن الزعفراني انه في عام 42 و800 للهجره كان جدكم الاكبر اسمه صالح ابن شهاب الدين ابن مكيري ابن حنظل ابن شندل ابن حنيس ابن حنيس ابن طليع ابن كلب ابا الحصاني كلب اوه ابن كلب اللي قبل ابو الحصاني في كلب ابو الحصاني احسن اثنين بهلك الكلب وابو الحصاني هم كانوا زينين طبعا وهذا يقول نسبة الى مسقط رأسه قرية الحصينة الواقعة على ضفاف بحر الروم بحر الروم؟ اي وين في سند بحر الروم؟ بحر الروم ما تدلينا؟ وين داس؟ دلت داس؟ وين داس؟ دلت عدل؟ أصوش أكو داس؟ هاي داس؟ لا بحر لا حبها للتوهك بحر عتيج عتيج بحر عتيج وانتهى بعد عتيج صار صخر صار صخر صار صخر يا حبها للتسائل اقرأ بحر الروم وينه هذا شنو وذا بحر عتيج بحر صخر صار صخر صار صخر صار صخر صخر والله انت سألتي مرة ثانية ترى ما تلومي إلا نفسك خلاص ما نسمع نسخت هذه بحر صار صخر صار صخر مو عرفت يقول ويرجع الفضل الأكبر والله إن قلت شيء أشك حدث خلاص ماني قايل شيء بحر صار صهر يقول ويرجع الفضل الأكبر إلى تربيته إلى أمه نعيجة
نعيجة. أي. يدت الحين اسمها نعيجة ويدتشن. عاد هذه أسهم الله ذاك سنة. ترى مو يأز له الاسم. إيه. نعيجة. نعيجة ابنة خريفان. وش أسامي؟ ترى مو يأز له الاسم. نعيجة أسامي القبليين عيل تبين هالأيام مها سها ندى رشا ما رش كبرها اسمها رشا رشا شنو نعيجة تويسة حميرة جحيشة ترى عذيتيني ترى أنا ما أقدر أصبر أكثر من لا يبا بمشي لا 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 أقدر أتحمل أكثر نميمة أنت تحترمين نفسك وتخلينا نسمع تاريخ أهلنا ولا تعال تطلعي تفكين على الدار لا لا خلت روح بجدتها قوي قوي لا والله ماني قايدة شيء خلاص قاعد أقرأ تاريخ أنا قاعد أغني أنا تاريخ هذا كي والله بذمتك تلومني فيها لا والله ما تلام فيها ركبها وانيت الوانيتات كلهم يدلون بيت يدتها ركبها أي وانيت والله بتعرفين بس صيد كذي قاعد يقرا تاريخ قاعد ينورنا يحكي على جدودنا وهالنا مو جايز له من زين عاد هالتاريخ من زين تبرك الصب يقول الله لسانك تسلم يقول كان رحمه الله لسانك يقول كان رحمه الله قصير القامة هذا ابو الحصان الكبير انت العمي ماذا صرت انا مطمئن لكم من واحد بلا بعد شو انا ملاحظ كل شيء انا ملاحظ كل شيء حكيت علي حكي علي سمع يا غنيمة تحترمي نفسك قاعده ما انت محترمه نفسك اللي قاعد تطيفهم انا قاعد اقرا تاريخ اقرا مساله انكم تقاطعوني وانا اقرا تاريخ ما ارضى ما سويت شيء اي اقول يعني سبحان الله لا وشي يقول لا لا والله خلاص ما انا قاعد اي والله نعم الله خيركم يقول كان رحمه الله قصير القامة صاحب شهامة لابس عمامة يقول كان رحمه الله قبيح الوجه لكنه شجاع 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 مغطي شجاع بس ما يبي شيء بعد كان نحيس لكنه وفي إيه؟ شيء يغطي شيء يعني هو زين في هذا الزعفراني إيه؟ انه يقول السيئات ويحط الحسنات وتحكم تاريخ امانه تاريخيه هذه إيه؟ يقول كان رحمه الله لكنه كريم 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 احد لك كريم لا كريم انا سامح انه كريم وهذا الزين فيه ولا هو لبيزه كلب لا صافي يصير إيه؟ يقول بس انا كريم 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 يقول وما ان بلغ ابا الحصاني عنفوان قوته حتى انقلب الحال في قريه الحصينه وشهدت البلاد 9 سنين انعجاء كارثه صارت كارثه صارت على ايام يده يقول اختفى فيهم من البيوت كل الدجاج حتى اصبح سعر الدجاجه الواحده يساوي 1000 ناقة الله الدياية ب1000 ناقة صح هذا الدياية ناقة الدجاجة دجاج مال قبل ناقة ناقة دجاجة مال قبل مال ايام قرية الحصينة دجاجة ناقة ها ناقة تعال بس اذا في مخير احلب ناقة اي دجاجة دياي مال قبل كبار تعلم تاريخ اهلك الله لا يبارك فيك يقول دجاجة ناقة يقول تذمر الناس وشكوا امرهم الى الوالي بعد وين يروحوا مالهم لواليهم ما يصير واحد ماله والي ما يصير يقول نودي في اقاصي البلاد ان الوالي يريد ان يلتقي برعيته وفي يوم جمعه وكان ذلك غره شهر رمضان المبارك حضر الوالي الى ميدان الاعيان في قريه الحصينه
وكان الوالي مرتديا حلة قشيبة. سلعت؟ نعم. والله دقيقة الزعفراني قال لي الزعفراني الزين فينا يذكر الحيثيات الصغيرة كلها يحطها. عجيب. يقول ممتشقا سيفه الأبرق واضعا على رأسه عمامة من الحرير الزبردج وعباءة محلاة بالدمقس المبهرج. أقول سند؟ نعم. سؤال صغير هك بينا. لا يكثر. لا لا. سؤال واحد. إيه؟ تفضلي. إيه شنو الدمقس؟ شنو؟ دمقس شنو؟ أنت والله شو تعرفين يعني؟ دمقس ما تعرفين دمقس؟ دمقس. ما أعرفه. والله سهل. والله شيء ما. إيه؟ عيب إني أعلمك. دمقس. دمقس. دمقس يبا. ايش دمقس يا بعد شبدي دمقس دمقس شنو يبغى دمقس دمقس هو مدلقم هو كان عندهم دمقس بعد تفكينا هذيك دمقس اختفى اختفى دمقس يسمونها ايام يوز اول سمونها دمقس يجوز دلقم ترى مدلقم دلقم دلقم اختفى اختفى مدلقم شوي شوي دلقم اختفى اختفى يجوز هو بالاحجار الكريمه لا احجار لا لا شيء يقول جلس الوالي على عرش مرصع بأحجار الحنطفيس المذهب. إيه عاد شنو الحنطفيس؟ حنطفيس. أمش عاد راويها حنطفيسك. راويها. سيلي أختك عندها خوش حنطفيس خل تراويك. أنا ما عندي حنطفيس. هلا حنطفيس. موجود بسوق الصاغة. عندها أي موجود بسوق الصاغة. موجود عندها العين وهي قاعدة. راويها حنطفيسك خل تفكنا. أيوه ذهب ذهب. هذا يعني؟ إيه هي. المهم يقول تعالت الهتافات من بين صفوف أفواه الشعب الجائع وهم ينادون الدجاج اللي وصخ الدجاج يا هو على الحصين الدجاج حتى شكلهم صار مثل الدياي ها يقول رفع الوالي يديه فسكتت كل الأفواه خرع الوالي بس رفعت الإيد رفعت الإيد حتى إيد الوالي ذاكرها يقول يده اليمنى كانت تزن طن ونص وفي كل يد 27 إصبع ميد هذي شون أسامي لولي راحوا ريايل قبل راحوا وبهات الأصابع الراهية انتهوا صلينا إحنا على 5-2 مثل ماكو وبيكم يوم يا الملاعين على واحد بس الطرفي هذا يقول جلس الوالي وتسمت مستلقيا على قفاه والتفت إلى من؟ إلى وزيره سليمان بن قشعم العفطي العفطي؟ نعم العفطي هذا وزير الوالي وزير الوالي نعم وزير الوالي وزيره وصديق وياه من زمان يحبه يعني والفريج وناده الوالي فجأة وقال يا سليمان يا ابن العفطي قال مولاي قال علي بأحضار بالحصان حالا سمعي سمع التاريخ شو يقول سمع التاريخ شو حشي لما كانت الولاة تصير مشاكل عندهم كانوا يدزون على يد 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 يلبوا الحصاني يحل مشكلته بس ورد إيه. كمل يا سند كمل يقول حضر بالحصان الأكبر مرفوع الخشم متفوخ البطن ما أدري إيش ماكل مرتديا حلة من أفخر أنواع الريش وأدى التحية للوالي بكل احترام طبعا والد أصل يعرف شلون يحيي الولاة شلون يحترم الناس شلون يقدر الناس كمل أبوي ها كمل أقول كنا قام يخور الزعفراني سلعت صادر أقول خل الباجي معود بيني وبينك محفوظ حسن الله ياك حسود الحين يوم يدي مثل أمر اللي أمام الوالي يبي يحل المشكلة بيوقف مو شغل كمل مو شغل طيعني كمل بشكل كبير طيعني يا ابو مشعل يا ابو خلي التاريخ هذا زعفراني مو ياهل هذا اللي قاعد يقول حكي هذا كذبته الصج هذا ان شاء الله حاضر على بك يقول عندما رآه قادما اليه نهض الوالي من على عرشه وبلع ريقه وكح وتنحنح وقال له يا ابا الحصاني قال مولاي قال عليك وعلى يد اللي يابك من عليك بصق الوالي في وجه بالحصاني وين عف بصق بصق ولا اكل والله العظيم سند انا تذكرت يقولون انه كان عندي يد ما ادري عاد اي هو فيهم يقولون انه كان حار عصبي يقول كنت مره تفل بوي وعلي اخاف يدي اللي تافل بوي الوالي مو الوالي لا ذاك يدك فعيله بذاك المينون لا لا حار مو مينون لا يبا
بصق الوالي في وجب الحصان يدك خسي يدك يد في الفيل والي بصق الوالي في وجب الحصان لا هو بصقه اي بصقه ولا لا لا بصقه 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 ولا باسه لا بس لا بس شاهد لا بصقه بصقه يبا ولا اكله لا بينا بصقه بصقه ونص يبا بصقه ولا درسه لا ظهر بصقه وسود وين يبا بصقه ولا خرجه من حق هذا لا هو بصقه لا هو بصقه بصقه ابو سند نعم الكتاب هذا قلت لي من كاتبه الزعفراني يبا الحين انا تذكرت اقول له كتابين الزعفراني هذا الزعفراني يا سند يقولون لك كذاب من كذاب معروف تاريخيا معروف الحين يوم قام يقول الصج طلع كذاب ها صار كذاب على 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 كل حال خلاص صك كتابك قلنا لك خلى بيني وبينك لا اقرا يانك حسودي ويانك حسودي اخذ ايه زين خلاص الحين عليك منها يقول ايه ها صار عقب الرساله ايه يعني ايه حاضر ان شاء الله يقول امر الوالي بجلد ابا الحصاني 130 جلده عقابا له لانه ثبت انه هو الذي كان يسرق دجاج القريه هو يد بواق طلع يد بواق دياي سند حصني سند كررها مرارا كررها مرارا فامر الوالي بسجن جدك في سجن القلعه وهناك اصيب بمرض الجرب المبقع فخاس ومات يده خاسه ومات ومات خاسه ومات يدك خاسه ومات ادونا شاي شاي لا عليك وعلى يدك ادونا شاي والله فشل ريال يخيس ويموت والله عيب وانت الحين يا انت الحين قايم لك ثلاث ايام علشان تجيب لي سواد حلوي يا احمد ابو خطبع زعور اكتب غيرك اكتب حكي حلو شكتب انا الشغلات اللي قريتها احسن شيء شغلات وايد سواد وي خطرتها تبي اقرا لك طالع يدك ويدتك كان عندهم معمل يبيعون نبيذ في قريه حسينيه يبيعون نبيذ يعني عرق هالايام يعني مثل لو الحين كل واحد عنده طراد يدك ويدتك اسمع الكتاب هذا تدري انطاح بايد عرضيه شو تسوي فيه؟ ايه تسوي مسلسل بدوي على حسابها وتوزع على كل محطات تلفزيون الخليج بس عشان تفضحني. سند